بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، لازلنا مع سلسلة الرومانسية والحياة الزوجية، والعنوان ديال هاد الحلقة هذه هي ولا تنسوا الفضل بينكم، معنى ما بين الرجل والمرأة ما ينساوش الخير ما بينتهم. وهنا تجينا واحد المعجزة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم في واحد جوج ديال الأحاديث. الحديث الأول رواه لنا البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. بمعنى هاد الأربعة ديال الحوايج اللي سيجوجو الناس العيالات، قال لنا الرسول صلى الله عليه وسلم اختارهم وليس الدين. الحديث الآخر رواه لنا الترمذي بسند حسن، رواه لنا ابن ماجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم، في واحد الرواية إذا أتى أحدكم خطبته، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. معنى إلا جاء اللي تزوج البنت ديالك أيها الولي، خصك تزوج ولكن بجوج شروط. بالنسبة للعيالات استعمل سيدي ربي سبحانه وتعالى من ترضاه فاظفر بذات الدين، ولكن بالنسبة للراجل دار الدين والخلق، من ترضون دينه وخلقه، مع العلم أن الخلق جزء من الدين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللي رواه الإمام مالك في الموطأ: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولكن رغم ذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هنايا بالنسبة للراجل الشرط الثاني اللي هو الخلق، هذا من باب الذكر الخاص بعد العام لأهميته. خاص يكون خلق زيادة على الدين. قد يكون الإنسان تيسوي بزاف، تيصوم نوافل صدقة، ولكن عنده خلق ما يعرفش يتعامل مع المرأة، بمعنى ما دخلش في الباءة اللي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لك: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وهنا غادي نعطي واحد المثال واقع، قصة واقعية حقيقية وقعات تتبين انعدام الدين وانعدام الخلق، وهي النتيجة ديال الفتنة والفساد العريض اللي كاين في البلاد. رجل دخل على المرأة ديالو في الكلينيك، اللون ديالها صفر ولات بحال العود، وحيد دخل عليها وكانت مغطية راسها، عرسو وقال لها: واش قريتي التقرير ديال الطبيب؟ قالت ليه: قريتو. قال لها: واش شتي اشنو انتي مصابة به؟ وهي مصابة بالسيدة بالايدز. حركات راسها، ومن بعد ذلك عطاها واحد البرا وقال لها: ها هي هذه قراها. دارتها تحت الوسادة وعاود غطات راسها وخرج هو مسرع. فهي بعد ما خرج حلت البرا وتصف فيها: راكي طالقة. فينا هي الفضل؟ ولا تنسوا الفضل بينكم. فينا هي العشرة؟ فينا هي الشدة؟ هذا ما عنده لا دين ولا خلق. هنا تتجلى. غادي نجيو للقضية ديال الدين، عاود نرجعو ليها. هذا الخلق من عادم. فمشى هو خارج في الكلينيك وتشوفو الطبيب وعيط ليه، قال ليه: اجي. قال ليه: صافي، هذيك السيدة علاش غادي تهضر ليا عليها؟ راه طلقتها. قال لي: لا لا، ماشي داك الشيء علاش بغيت نهضر معاك، انا بغيت نهضر معاك نقول لك خصك دير انت التحليلات. قال: مال التحليلات؟ علاش؟ ياك ما لصقات فيا هي السيده، ها هو زايد الدين والخلق المنعدم زايد باش يتهمها. قال لي: لا، انت اللي لصقتي فيها، لان التحليلات اللي درنا لك وبغينا نعاود نتاكدوا اقدم هذاك الفيروس اللي عندك انت من ديالها هي، بمعنى انت اللي لصقتي فيها هذا الشيء هذا، ماشي هي، هي الضحيه مسكينه. وحيت مشى وكاين البرد ومشى في السياره ديالو مشى الرجل، فهذيك المراه الضحيه مسكينه دارت بها العائله ديالها، باها وامها وخوتها، وهزات يديها تتبكي تقول: اسيد ربي، انا متيقنا راني عمري ما ارتكبت شي حرام في حقك اللي هو غادي يترتب عليه هذا المرض هذا ديال الايز ديال السيده، ولكن زيد عاقبني. ونطقات بالشهادتين
وخرجات الروح ديالها الى بارئها وخرج با هذيك الساعه عاد فهم الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسيقول اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجه الا تفعلوا تكون في الارض فتنه وفساد في الارض وسيعاود الحديث ويعاود الحديث هذا هو الحديث دابا الان في الزواج تتصيب ليك من الوثائق اللي مطلوبه بالنسبه للراجل والمراه هو شهاده طبيه ولا ما تيمشي لا العريس ولا العروس تيمشي وصيفطو غير شي واحد ويجي لا ثم هذاك الانسان اللي ما عنده لا دين لا خلق ها هو نقل الامراض ونقلوا لهذ الضحيه هذه ما يمكنش تكون عندنا لا رومانسيه ولا حتى شي حاجه الرومانسيه شكون هي هي مجموعه الاحاسيس والمشاعر التي يكنها الشخص ويعبر عنها لشخص اخر بوسائل متعدده نطلب الله عز وجل تكون هذه القصه هذه عبره وهذا الحديث النبوي يكون متشبعين المعاني ديالو والسلام عليكم ورحمه الله